النهارده البنك الدولي، المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافقوا اليوم على شريحه ثانيه من قرض قيمته 3 مليار دولار، الشريحه بمليار دولار. هذه الشريحه من اجل مسانده برنامج الحكومه للاصلاح الاقتصادي في المجالات الاقتصاديه الحيويه. الوزيره سحر نصر، دكتوره سحر نصر، وزيره التعاون الدولي، مساء الخير يا سياده الوزيره. مساء النور، ازيك يا استاذه لميس؟ اهلا بيكي. لو تقولي لنا يعني هذا القرض موجه لايه بالظبط، وكيف سيساعد الاقتصاد؟ طبعا هذا التمويل هو فعلا الدفعه الثانيه من مسانده الموازنه الموجه من البنك الدولي، هو جزء من 8 مليار اللي هم اتفقنا عليها في الاستراتيجيه المشتركه، هتوجه للمشاريع التنمويه، بمعنى هندي أولوية للمحافظات اللي هي أكثر احتياجا، اللي هي في الصعيد في سيناء، هندي أولوية للمشاريع اللي هي موفرة أكبر لفرص العمل، وأولوية للبنية الأساسية اللي هي لما نتكلم على الصرف الصحي، المياه، الطرق، اللي هي البنية الأساسية اللي هو المواطن محتاجها، بس برضو احنا محتاجينها عشان نبقى في تشجيع للاستثمارات ونتأكد ان بيئة الأعمال والبنية الأساسية اللي بيحتاجها القطاع الخاص عشان يستثمر تكون متوفرة في المناطق المختلفة. امتى مصر هيصلها هذا القرض يا دكتورة؟ احنا حريصين في وزارة التعاون الدولي ان احنا يعني نمشي على كل الإجراءات الدستورية، فبالفعل حركنا الاتفاقيات الى رئيس الوزراء وللبرلمان بإذن الله، وبننسق مع البرلمان عشان يروح اللجان المتخصصة والجلسة العامة ان شاء الله على التصديق. وكانت هناك شريحة اولى اعتقد في سبتمبر الماضي. بالضبط، فعلا هي كان في شريحة اللي هي كانت نهاية سنة 2015، واحنا دي الدفعة الثانية اللي هي للمساندة البرنامج الحكومة لسنة 2016 فعلا ديسمبر برضو. والدفعة الثالثة امتى يا دكتورة؟ ان شاء الله برضو هتكون تقريبا في نفس التوقيت، بس احنا غالبا هنتحرك اسرع في الدفعه الثالثه، لان احنا حريصين ان احنا يعني خلال تنفيذ البرنامج الاقتصادي ان احنا برضو نساند اللي هي التنميه الاجتماعيه عموما والحمايه الاجتماعيه، عشان بيبقى في فئات برضو متاثره بالبرنامج الاصلاحي، فاحنا عايزين نساند هذه الفئات يعني بسبب مثلا بعض من ارتفاع الاسعار. احنا بنتحرك النهارده مثلا من ضمن الحاجات برضو بنتحرك سريعا للوجبات المدرسيه، بالمسانده والمساعده برضو للشباب، التدريب والمشاريع الصغيره والمتوسطه لتوفير فرص العمل، فاحنا عايزين الدفعه الثالثه تخش بصوره اسرع باذن الله. كان في مفاوضات مع عدد من الدول الأوروبية لقروض أظن بحوالي 800 مليون دولار، وصلنا لإيه في هذه المفاوضات؟ فعلا هو في مبالغ مخصصة من الاتحاد الأوروبي، وكان النهاردة في لقاء مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فريدريكا، كانت موجودة، كنا بنتفاوض معاها على الجزئية اللي هي تخص الاتحاد الأوروبي اللي هي ما يوازي 270 مليون يورو، وبرضه في تفاوض في مرحلة متقدمة مع الأمم المتحدة ومع الجانب الألماني والفرنسي. يعني مثلا الجزء بتاع الجانب الفرنسي بيختص بقطاع الطاقة، وهو برضو مساندة للموازنة بس بيخص قطاع الطاقة، يعني مع الدكتور شاكر، مع وزير الكهرباء ومع وزير البترول. دول احنا في مراحل متقدمة وان شاء الله ان هنخلصهم خلال يعني اسابيع باذن الله. سيادة الوزيرة، كان في مقال كنت نشرتيه في احدى الصحف الاجنبية، وانا شفت الحقيقة انه كان مقال مهم بيتحدث عن المرحلة القادمة من الاصلاح الاقتصادي وعن مشاركة القطاع الخاص في البنية الاساسية، وان الحكومة لن تزاحم القطاع الخاص في مشروعات عديدة. ليه المقال ده اثار لغط، وكان قصدك ايه بالكلام بان الحكومة لن تزاحم القطاع الخاص؟ انا كان الهدف من ان انا ابتدي اتواصل مع الاعلام الدولي، لان كنت بلاقي كتير في مقالات يعني بتحط بصوره مغلوطه عن مصر، يعني سواء على البرنامج سواء على الوضع السياسي او الاقتصادي في الدوله، فانا كنت حريصه ان انا اخاطب المجتمع الدولي، لان انا بطبيعه الحال وزاره التعاون الدولي جزء من التفاوض بتاعي كله مع مؤسسات دوليه او على مجال اللجان المشتركه، يعني نظرة المجتمع الدولي المصري بتهم وبتبقى مؤثرة مرات
على قدرتي على التفاوض. فلذلك كنت حريصه ان انا اخاطب المجتمع ده وابين البرنامج الحكومه وايه اهدافه، واوضح برضو التحديات، واوضح ان مفيش مزاحمه للقطاع الخاص، ان احنا حريصين كدوله وكحكومه ان احنا يبقى فيه استثمارات وفي تشجيع للمصنعين والمصدرين عشان ما يبقاش فيه اعتماد على القروض بطبيعه الحال. فكنت برضو باكد على برضو الرؤيه المغلوطه ان الحكومه عايزه تسيطر على الاقتصاد، وان في تزاحم للقطاع الخاص، وان القطاع الخاص ملهوش فرصه ان يستثمر في اي قطاع. فكنت بقول مفيش تزاحم، فللاسف حصل لغه ان حصل يعني سوء فهم لبعض. اولا ترجمه خاطئه لكلمه، لكذا كلمه divestiture وكلمه utilities. في ناس يعني سواء عن عمد او عن يعني عدم قدره على قراءه المقال بالطريقه السليمه الاقتصاديه، ان ترجم ان هي utilities دي ممكن تكون سكه حديد، ممكن تكون صرف صحي. فعملنا توضيح عشان بطبيعه الحال حتى الدول الناميه والدول المتقدمه والدول الغنيه سكه الحديد ما بيتملكهاش القطاع الخاص، ان دي بطبيعه الحال خدمه بتقدمها الحكومه لاي مواطن. فعملنا هذا التوضيح يعني، بس كان هذا بس الحقيقه انه يعني برغم هذا التوضيح يا سياده الوزيره بصراحه، يعني انه اذا دخل يعني احنا عايزين القطاع الخاص يدخل شريك في كثير من هذه الخدمات، لانه احنا عايزين الدوله تتراجع يعني تبتدي تتوارى شويه شويه في بعض الامور عشان تفسح المجال للقطاع الخاص اللي بيشغل ناس اكتر، اللي عنده كفاءه اكتر، اللي تكلفته ما بتبقاش اكتر. فده مهم يعني، بالعكس انا شفته ان هو بمؤشر جيد وايجابي جدا انه يدخل القطاع الخاص يشارك في مشروعات البنيه الاساسيه ولا تزاحمه الدوله الحقيقه يعني. فعلا بصي كلامك كله صح، وبعدين احنا عندنا قطاعات بالفعل القطاع الخاص بيقوم بدور يعني فعال فيها، كهرباء يعني مثلا كهرباء، او ناخد حتى طرق. التليفون اللي انا بتكلم منه، التليفونات الموبايل، التليفون المحمول اغلبيته شركات قطاع خاص. بالعكس بيبقى فيه جو من المنافسه، نعم. وحريصين ان هم يكتسبوا المواطن او يقدم خدمه افضل. في قطاعات كتير، الكهرباء، في قطاعات مختلفه بيخش فيها قطاع خاص، ودي حاجه مهمه يعني. نعم. لان احنا مش عايزين كل العبء كمان على الدوله بالتاكيد، وان الدوله تقدم الخدمات الاساسيه، وده اللي بالفعل بيحصل دلوقتي. انا بشكرك دكتوره سحر نصر، وبشكرك على الخبر الجميل، لانه بالفعل البنك الدولي وافق على شريحه ثانيه بقيمه مليار دولار من قرض البنك لمصر. طبعا ده بيزود عبء ديوننا الخارجيه من ناحيه، لكن من ناحيه ثانيه احنا محتاجين هذه الاموال التي ستوجه للتخفيف عبء القرارات الاقتصادية على محدودي الدخل وعلى طبقات كثيرة.